جلوس الشخص إلى صلاة الفجر مثلا، لنفرض صلاة الفجر واجبة، أنا مثلا وهذا أمر بالمعروف، نعم، فيعني إذن يجب علي أن مثلا أنهض الذي هو بجانبي من هذا. سبحان الله، قل دع الغافل على غفلته. هاي شلون تتوافقوا؟ مهم، بس أنا مو تقعد، ما لازم تقعد، بس شنو أمره بالمعروف قبل ما ينام أنه يقعد. هذا واحد. شيء ثاني، أنا أدعو المؤمنين إلى أن يقيموا صلاة الفجر في المساجد. حبيبي ليش بس الظهر والمغرب؟ أربع صلوات والفجر ما حد يقيمها. أطلع حبيبي أقعد قبل ربع ساعة من الأذان، روح صلي بالمسجد صلاة ركعتين مستحبة، سمنكو صلاة الليل، بعدين صلي لك ركعتين واجبة وأرجع للبيت. شكو منها حبيبي؟ ليش كنت ذيك مختصة بغير المذاهب وإحنا مذهبنا ما يسوي هيك شيء؟ كما أن الجمعة السيد أحياها بداخل المذهب وكانت هي خارج المذهب، الآن أحيوا صلاة الفجر في المساجد داخل المذهب كما هي محياة خارج المذهب. حبيبي ليش إحنا دائما محرومين؟ حفظ القرآن وقراءة القرآن وتدريس القرآن ليش داخل خارج المذهب موجودة وإحنا ما عدنا؟ شنو إحنا مو أتباع القرآن؟ نحن أتباع، إحنا أتباع القرآن، بل القرآن الناطق إمامنا حبيبي. فأين القرآن وأين تحفيظ القرآن؟ وأنا أدعو وسيد القائد، وسيد القائد خطبته والله الله يدعوهم إلى حفظ القرآن، لعله لو حفظينهم ثلاث آيات، لو ما حفظينهم ثلاث آيات مع أنه صار أربع خمسة أشهر. فأين الإخلاص وأين المحبة وأين الترابط وأين الكذا؟ هذا اللي دائما أقول لك، إذا ذكرت لي شيء سياسي قاموا يصيحوا لك ويهتفون، وهتافات لا مسؤولة وشعارات وأغاني بالسيديات، وهي كلها محسوبة على مقتدى، ودبكات وصفقات وما أدري صفق بالسيديات، هاي محسوبة. قرأت لهم خطبة دينية، ما أنا دائما أكررها، مو قلبي محروق حبيبي. قرأت لهم خطبة دينية موحدة، خلى إيده ولعس بالخطبة ولا كنا يسمعك ولا يمل. ليش حبيبي؟ الدين أولى. موسى محمد الصدر قال من اخر دعاء اسمعوا لي، مو بس اسمه من يحكي محمد الصدر اسمعوا لي، اعتباره معصوم كلامه. اي فكلام الديني اولى من الكلام ليس بديني. اسمعوها ايضا. انا لله ونحن